وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري ومسلم. سائل يقول ما توجيهكم في شخص يشكك في صحيح البخاري؟ إيش؟ يشكك في صحيح البخاري. أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل وإما منحرف والعياذ بالله. كم قد أتانا السوء من أعدائنا، لكن من الأبناء جاء الأسوأ. لو كان أمرا تافها من تافه كنا بكم عنه الغدا سنربأ. لكنه أمر جليل هزنا، رزء به دين الحنيفة يرزأ. قد أنكروا كتب الصحاح وشككوا في سنة المختار في صلف النأو. أوليس في القرآن أمر إلهنا بلزومها؟ أتظنهم لم يقرأوا؟ أم أنه التشكيك من شيطانهم ألقى به في فكرهم حين ارتأوا؟ هل ديننا عبث لكل رويبض بالغث من أهل الغواية يملأ؟ يأتي بما أملت شياطين به، وبما أتى من ربنا يستهزئ. تاهت سفينته ببحر ضلاله متخبطا قلقا وضاع المرفأ. وعلى قبيح الفكر يبني عقله، وعلى الشكوك وحولها يتوكأ. ذيل لأعداء الديانة خادم، من هم عن الحق المنزل قد نأوا. من كان هذا شأنه يدعو إلى ترك الهدى قد خاب منه المبدأ. يا رب رد إليك من قد جاوزوا درب الهداية واهد من قد أخطأوا. والمؤمن الحق الذي يرضى بما قد جاءه بالحق لا يتلكأ. ولذاك يحيا في السعادة والرضا، وبجنة بعد الممات سيهنأ. يأتي البخاري الصحيح ومسلم، والمسند المعروف ثم موطأ. والسنة الغراء فيما سطرت في الستة الكتب التي قد أنشأوا. فيها حديث نبينا خير الورى، وهو النبي وغيره يتنبأ. فالحق أبلج والحقيقة شمسه، والوحي من رب البرية يكلأ. وغدا يرى من صد عن دين الهدى سوء المصير لمن عليه تجرأ. قرآننا والسنة الغراء في دين الهدى وحيان طاب المنشأ. والكل من رب البرية قد أتى، مشكاة نور للهداية تقرأ. نمضي على منهاجها لنجاتنا، ومن الذين تبرعون تبرعون. ومن الذين تبرعون تبرعون.